السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتكم لا ماروكين اون فرانس. فيديو جديده غنشارك معكم واحد الكيك كيجي غزال بزاف بفينو او بساميد، كيجي رائع وصحي. فخليكم مع الطريقه، فهي سهله بزاف وكتجي كما قلت لكم لذيذه بزاف وخفيفه. هنا عندنا 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندنا هنا كاس ديال سنيده. غادي نطربوا كل شيء ان شاء الله بالطراب، اولا ديروا غير الطراب يعني العادي، طربوه مزيان حتى يطلع لكم البيض مزيان مع سنيده الذوب. خليكم مع الوصفه. من بعد ما طربنا حتى ذابت سنيده وتفاعلنا البيض مع سنيده، زدنا كاس ديال الزيت. وكنزيدو ياغورت، بالنسبه للياغورت باي نكهه بغيتو، فاني بمذاق الفريز. انا هنا درت المذاق ديال الباش. فهنا بالنسبه للكيك فخصنا ضروري ندمجوا العناصر كلهم حتى يحصلوا على رغوه، باش الكيك ديالنا يطلع ويجينا خفيف ويجينا بنين بزاف. هنا غنضيفوا خميره ديال الحلوه ب 11 غرام، يعني فيها 11 غرام كما قلت لكم. وغادي نضيف ساميد يعني الاكسترا فين او الفينو، الناس اللي مقيمين فرنسا الاكسترا فين، وخلاص ديال المغرب الفينو راه معروف اللي كيديروا به الملوي. غادي نضيف جوج كيسان ونص ديال الدقيق بنفس الكاس اللي عبرت فيه الزيت وسنيده. وكيف ما سبق لي وقلت لكم خاص الخليط يتخلط مزيان، نحاولوا نخلطوا السميد اولا الفينو مزيان حتى نحصلوا على رغوه واحد المده ديال دقيقه هكاك. ويعني بالنسبه للفران يعني غير كنبداو نديروا الكيك ديالنا كنشعلوا الفران هو الاول باش ما كنجيو نساليو الكيك حتى كيكون الفران ديالنا سخن على 180 درجه. غادي نشد المول، غادي ندهنو بالزبده بالسميد حتى هو بطبيعه الحال باش ما يلصق لياش. خلاص ملي غادي نطرب كما قلت لكم غادي نكب الخليط ديالي ديال الكيك ونديرو على 180 درجه مده ديال نص ساعه، ما بين 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، والخليط كما كتشوفوا كيجي خفيف بحال هكذا. صافي غادي ندير الكيك ديالي يطيب. وبالنسبه للطياب ديالو يعني ما غاديش نديرو ديريكتومون فوق كيف اي كيكه، يعني ما غنديروش ديريكتومون في الفران داخل، غادي نبعد واحد 3 ديال السنتيم وندير الشبكه ديالي وندير فيها المول باش يطيب ليا الكيك ديالي من الفوق ومن التحت ويجي زوين ما يتحرق لياش. يعني كندير الطريقه ديال الكيك نيشان عادي. Thank you.
it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. هنا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، فانا درت هاد الديسير هذا ديال الشوكولا نوار، ودرت ديسير ديال الكراميل، يعني قبط النص ديال هذا والنص ديال هذا وخلطته، ما درتوش كله، وقبط شويه ديال الشوكولا هذا نوار ديسير ديال اللي كنديروا نيت باتيسري، هذا راه كيتباع يعني شوكولا نوار، قبطته درت واحد ثلاثه ديال الطوماطات وسخنتهم في الميكرو اوند حتى دابوا، ودابا غادي نزيد عليه النص ديال الياغورت ديال الكراميل مع النص ديال الديسير ديال الشوكولا، خلطتهم. مهم التين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا غير هذاك الياغورت ديال الشوكولا نورمال، تزيدوا عليه الشوكولا وصايي. هنا قبضت الكيك ديالي من بعد ما طاب، كنخشي فيه داك القطيب ديال العود، ملي كيخرج لينا ناشف تما كنعرفوا بانه طاب. المهم غادي نقلبوا على الوجه الاخر، وغادي ندهنوا بالشوكولا كما شفتوا. تقدوا نتوما تدهنوه بالعسل، بالكونفيتير، بالكراميل اللي بغيتوا، وتزينوه اما بالكوك، ولا تزينوه بكاوكاو محمر مهرمش، اولا اللوز ايفيلي مهرمش كيف ما غنزين به انا دابا حاليا. كيجي اللوز ايفيلي ملي كنحمروا هكا شي شويه في المقله، فكيعطي واحد لوغو زوين هكا كمكرمل. فالطريقه ديال التزيين كتبقى كل واحد وطريقته. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, فكنتمنى حبيباتي الكيك ديال سميد ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف لكم على التشجيعات ديالكم، شكرا للناس اللي كيديروا لي لايك، شكرا بزاف لكم. خليتكم فرحت الله حتى الفيديو الجاي. بسلام عليكم.